كان بالعربي، فمش عايز اعرض غير بس الفكره بتاعته، ونقولها مع بعضنا كده نشوف الناس المتابعه الفكره ذات نفسها ولا لا. هي كان فيها تقريبا كل حاجه في الاي ار، يعني في نفس الوقت هتبقى تيست ستادي كويسه. فانا عندي مثلا الستودنت، الستودنت ده ليه ستودنت نمبر، وعندي ستودنت نيم طالع منه ده اسمه ايه؟ ها؟ كومبوزيت صح؟ ده الكومبوزيت ولا دول الكومبوزيت؟ ده اسمه كومبوزيت اللي هو الستودنت نيم، تمام؟ الاثنين دول اسمهم، انا بحب اسميهم كومبوننت اتريبيوتس، يعني دول المكونين للكومبوزيت ده، تمام؟ الاف نيم والال نيم، عندي البي ديت، عندي الادرس، عندي الجندر، عندي الفون، وعندي الايدج هنا ايه؟ بيكالكوليت خلاص دريفيد اتريبيوت من الايه؟ بسبب البي ديت، لو البي ديت مش موجود ما هو هيبقى عادي، تمام؟ وفي الناحيه الثانيه السبجكت، السبجكت بتاعتنا الماده يعني مقصود بها الكورس، فالكورس الكورس اي دي والتايتل بس، ممكن احط المينيمم سكور والهاي سكور يعني الدرجه الصغرى والدرجه العظمى ومش عارف ايه، وممكن احط درجه النجاح لو هي مختلفه مش قاعده عامه في المكان، يعني مثلا مش قاعده عامه ان 50 تعدي او 60 تعدي، مش قاعده عامه. وقال لك الستودنت بيستدي ميني كورسز، والكورس بيستدي بيعملوا بيستدي كام طالب ميني ستودنت. وعلى التيبل ده هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها السكور. السكور هي درجه الطالب في الماده، درجه الطالب في الماده تتحدد فين؟ هنحطها على الماده ولا على الطالب؟ على الكورس ولا على السيرنت؟ مش هينفع نحطها على السيرنت، لو حطيتها على السيرنت هيبقى درجه الطالب في كله، لو حطيناها على الماده على الكورس هيبقى عندنا مشكله، دي درجه الماده لمين؟ لكله. والمعنيين ايه؟ المعنيين بالنسبه لنا معنيين غلط، وعشان كده اضطرينا نحطهم على الايه؟ على الريليشن شيب، عشان بعد كده دي ميني تو ميني هتعمل نيو تيبل صح؟ هنسميه مثلا ستودنت كورسز مثلا، او ستودنت سكورز، او ستودنت كورس سكور، يا جماعه عايزين نسموها وهيبقى الفيلد ده موجود عشان يجي نقول الاي دي بتاع الطالب ده في الكورس ده السكور كذا، تمام؟ فبقى عرفت كل الطالب في الماده في الكورس، هي كروس الايه؟ كروس الطالب مع الايه؟ مع الكورس. طيب الكورس ده بيتوتد باي مين؟ مين اللي بيديه يعني بالتيتش، يعني مين اللي بيدرسه؟ التيتشر. فعندي برضو كل سبجكت بيدرسه وان تيتشر في الريكويرمنت دي. لو انت ممكن تكون في مكان تاني تلاقي ان الكورس بيدرسه دكاتره يعني مجموعه مش واحد، ماده مثلا ما بين دكتورين، في بعض الاماكن بتعمل كده، تمام؟ في بعض الاماكن لا، الماده بيدرسها تيتشر واحد. في مدارس تقول لك لا، المدارس بيبقى الفصل دوت فيه استاذ والفصل ده فيه استاذ تاني نفس الماده، في اكتر. فانت على حسب الكيس اللي انت بتايه تعملها، يعني اي اي ار مرسومه بتجي لي انا حتى من غير ريكويرمنتس برميها ما ببصش عليها. فانت اللي انت مش موضح لي انت ايه الفكره بتاعتك اصلا، فانا مش عارف هي صح ولا غلط، لان ده ينفع وده ينفع، بس على حسب الايه؟ على حسب الريكويرمنتس اللي موجوده في المكان. في مكان بيسبورت كده، وفي مكان بيقول لك لا انا عندي الواحد بياخد حاجه واحده، عندي مش عارف ايه، مثلا زي الماده بتاعتنا دي هنا، هو احنا عندنا هو التيتشر بيدرس كورس واحد خلاص، مفيش اسف الكورس بيدرسه تيتشر واحد، مفيش تيتشر اثنين بيخش في نفس الماده. لكن ممكن في بعض الحاجات الثانيه بتلاقي ينفع، تمام؟ ينفع، فدي على حسب الايه الريكويرمنت. اما تيتشر اوريدي بيتوت ايه؟ ميني سبجكتس. التيتشر مع الديبارتمنتس لو في اقسام للموضوع، فانا الاقي ان الديبارتمنت مع التيتشر والديبارتمنت مع السبجكت او مع كورسز. فلاقي الديبارتمنت بيبقى فيه مجموعه من الكورسز اللي هو مثلا قسم الحاسب، قسم مثلا او انفورميشن سيستم، قسم الكمبيوتر ساينس، قسم السوفت وير انجينيرنج، قسم مش عارف ايه. فتلاقي القسم دوت بيبقى ليه مواده، فكل ديبارتمنت بيبقى ليه ميني كورسز. الكورس بيبقى موجود في ديبارتمنت واحد حتى لو اسمه متشابه مع الثاني، لانه هيبقى ليه مواعيد مختلفه، وهيبقى ليه دكاترته المختلفين، وهيبقى ليه نظام مختلف، وليه تقييم مختلف. هو في الاخر هو لو تشابه الاسم فهو مش هو، عشان بس الناس ما تبقاش الحته دي تبقى واخدين بالكم منها. مش معنى ان في تشابه في الاسماء ان هو حاجه نفس الحاجه، هو فعلا هما اثنين مختلفين حتى لو كان نفس اسم الكورس، تمام؟ لان هتلاقي ان التيتشر هتلاقيه مختلف، والمواعيد بتاعته هتلاقيها مختلفه، والنتائج بتاعته مختلفه، دي غير دي، ما خدوش من بعض غير الاسم، تمام؟ زي مثلا كورس زي الداتابيز مثلا، ممكن يدرس في سوفت وير انجينيرنج، بيدرس في الكمبيوتر ساينس، بيدرس في انفورميشن سيستم، ينفع نحطهم كلهم واحد؟ ما ينفعش، تمام؟ حتى الطلبه اللي بتشتغل على الكورس بيبقى طلبه مختلفين على كل كورس، فالموضوع كله مختلف، هو بس الاسم المتشابه، تمام؟ طيب طبعا السبجكت هنا اتعملت ويك انتيتي اند ديبارتمنت، بس القصه دي معموله عشان نقدر نحط كل المفاهيم الموجوده في
تلاقي ار تقريبا لو ما كناش بنسال حاجه تقريبا ما بنسالش حاجه ان شاء الله. فالديبارتمنت هنا كل قسم ليه رقم الكورس، فالكورس بيتربط بالرقم الديبارتمنت، عشان زي ما قلنا ممكن تلاقي عندك داتابيز، فيبقى الداتابيز مثلا رقمها كام؟ مثلا 512 وارد في قسم السوفت وير انجينيرنج، ممكن تلاقيها برضه في الكمبيوتر ساينس وارد، لان يعني دول قسم شغال مع نفسه وده قسم شغال مع نفسه، فوارد يجوا يختاروا يلاقوا الارقام طلعت زي بعضيها يعني، وده وارد لانه بيشتغلوا في معزل صح ولا لا؟ فبنحطهم تحت ايه؟ يبقى ويك للديبارتمنت. احنا دايما بنقول الانتيتي بيبقى ويك امتى؟ لا لا لا، هو بيبقى ليه رقم عادي، بيبقى ليه اي دي مفيش مشكله، بس هو لوحده يونيك، بس اول ما بتطلع لبره بيبقى مش يونيك، تطلع لبره يعني تبص من منظور اوسع. يعني انا دلوقتي جوه المواد مكتوب عندي، انا مسكت قسم ومسكت المواد بتاعته، هتلاقي كل ارقامها مميزه. طلعت على مستوى المكان كله هتلاقي مجموعه من الديبارتمنتس مختلفه، اوتوماتيك طلعت الديبارتمنتس، هتلاقي كل الديبارتمنت بقى بدات ايه تتريبيت. فبقى الموضوع مرتبط ايه، هو مش هيبقى يونيك الا لما ينضم لحاجه ثانيه بتعريف شيء ثاني. فور اكزامبل مثلا لو قلت مثلا انا جوه لاب ودخلت على الاجهزه، الاقي الاجهزه دي مترقمه 1 2 3 4 مثلا يعني. تمام، فهلاقي هينفع جوه اللاب الاقي جهاز مرقم منه نفس الرقم؟ هيبقى يعني دماغهم يعني ده ضربه خالص، هم عاملين مرقمين ليه اصلا طالما انتوا هتدبلوا الارقام يعني صح؟ لا، فهو في طبيعي اللاب هلاقي نفس الارقام، لكن لو طلعت بره كده وشفت اللابز بقى خلاص، هلاقي ان ممكن اللاب الثاني عمل بقى مش مشكله. ففي الحاله دي هيبقى ايه، لازم اربط مع اللاب، يعني لاب واحد جهاز واحد، مش هينفع بقى لاب اثنين جهاز واحد، خلاص بقى مميز. تمام، فهو بعد ما اضيف للاب بقى ايه، بقى يونيك. تمام كده، ليه الويك؟ والويك دايما في الغالب بتبقى اوتوماتيك، في الغالب، لكن وارد تيجي وارد تيجي ايه ميني تو ميني، ولا مش وارد؟ حد حضره اكزامبل؟ محدش حضره اكزامبل، مش مهم. ميني تو ميني عادي، اديك اكزامبل مثلا، او الابناء الموظفين يعني مع بعضين يعني فيش. لا لا لا، هديك مثال. مثلا لو احنا بنعمل قاعده بيانات مثلا للسجل المدني، حلو، وعندي البيرسونز دول تيبل موجود فيه الناس اللي في المنطقه بتاعت السجل المدني دي صح لا، رجالا ونساء. طب لو انا عايز بقى امثل علاقه الزواج مثلا، مين متجوز مين؟ هتطلع معاك ميني تو ميني، فكر فيها كده، هتلاقي ان الراجل ممكن يتجوز اكتر من واحده، والواحده ممكن تتجوز اكتر من واحد. ليه لا؟ مات يا اخي. انت ليه؟ اتطلقت. هتلاقي فعلا عندها انت عايز تحتفظ ان هي كانت متجوزه ده وكانت متجوزه ده. تمام؟ ماليش دعوه بقى في ديتس وفي ما في ديتس، انا ما بتكلمش على الديتس دلوقتي، بتكلم على الريليشن شيب. تمام؟ مش بتكلم على امتى ومات ولا ما ماتش ولا طلقه ولا ما طلقهاش، مش قضيتي، بس ده وارد يبقى في تمثيل للعلاقه هنا بقت ايه؟ بقت ميني تو ميني. طب تعالى بقى لحته يس يس يس، هي ريكيرزيف، يعني ريكيرزيف ريليشن شيب من نوع ميني تو ميني، على سنيه على نفس البيرسون يعملوا فيه يعني برضو، معلش هو الاكزامبل هيبقى ماشي اكتر مع ريكيرجن ريليشن شيب مع في نفس التيبل وميني تو ميني، على اساس برضه معتادين ان الريكيرجن برضه 1 تو ميني يا اما 1 تو 1 يعني، بس هو في ميني تو ميني. طيب حاله تكون فيها نفس الكلام ويكون ويك، لو واحد موظف وموظف في نفس المكان، لو انت مش هتعرف الابناء بارقام وهتقول الارقام مكرره تنفع يعني، فاهمينها؟ يعني لو انا الديبندنت او اللي هم التشيلدرنز او كده والاباء بتاعتهم، وانت عملت التشيلدرنز دول ويك للاباء البيرنتس، تمام، وممكن وارد عندك ان يطلع البيرنتس دول يعني يبقى زوج وزوجه موجودين عندك في نفس المكان يعني، فهتثبت الاطفال دي تابعين للبيرنتس ده وتابعين للايه؟ للبيرنت الثاني في نفس الوقت، وطبيعه الحال ان البيرنت ممكن يكون عنده وقت ميني ايه؟ ميني تشيلدرنز يعني، ف ميني تو ميني؟ واحد بس يسال عشان مش عارف، عندي ودنين بس بسمع مره مش عارف ليه، مش عارف الموضوع ده مضايقني.
ميني 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 هينزل تيبل في النص اسمه الاي دي بتاع البيرنت والاي دي بتاع مين بتاع الطفل او بتاع الديبندنت. وما قايل بقى الاب رقم واحد عنده الابن رقم واحد، الاب رقم واحد عنده الابن رقم اثنين. طب والام اللي هي رقم اثنين معانا الابن رقم واحد عادي تمام او رقم واحد، لان يعني كمان المول لو متجوز بقى وصلى واتجوز واحده والاثنين جم معاه في نفس الشركه مش كده هيموتوه ايه اه عادي يتكرر ان هو مع ده ومع دي مش مشكله تمام. بس مع تو بيرنتس مختلفين معايا ولا ايه؟ تو بيرنتس مختلفين فيعني الكيسز كلها بص كل شيء محتمل بس على حسب الريكويرمنتس، كل شيء محتمل بس على حسب الريكويرمنتس. عشان في ناس زي ما تقول لك هو انا ليه جبت المثال ده واكدت عليه ليه رغم ان هو مش موجود، عشان بس ايه الناس بتقول دايما الويك انتيتي ما تجيش غير وان تو ميني. ما اعرفش مين اللي الف التاليفه دي، مين اللي حط القاعده دي اصلا، كود ذات نفسه اللي عمل الاي ار ما قالش المعلومه الخطيره دي تمام. طيب لا اللي يتكلم بصوت عالي عشان اعرف اسمع اللي بيقول ايه، يا اما لو بيبشوش اللي جنبه ما يتكلمش بس مشبوط ملهاش دعوه، دي قصه ثانيه برضو، دي قصه ثانيه. اه طب كل واحده كل حاجه ليها الشغل بتاعها ملهاش دعوه. انا بتكلم دلوقتي على بس يعني 1 تو ميني وميني تو ميني وميني و 1 تو 1 ومعاهم الويك تنفع. اه تنفع خلاص عرفنا، مفيش حاجه اسمها تحجر دماغك ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. سيب نفسك الريكويرمنتس على حسب الريكويرمنتس جالك تشتغل وخلاص، قاعد متالفه تبقى يعني تو ريليشن شيب دول الديبارتمنت مع التيتشر. ان طبعا الديبارتمنت بيورك فيه اكتر من ايه؟ ان تيتشر، والتيتشر موجود في وان ايه؟ وان ديبارتمنت وخلصنا. وفي نفس ما بين تو نفس الانتيتيز في برضه ريليشن شيب اللي هي المانج او مين المانجر بتاع الديبارتمنت، هو اسماء الريليشنز هنا المفروض تيجي فعلا مش مشكله. الديبارتمنت المانجر بتاعه يعني وان مانجر تيتشر، والتيتشر بيمانجز اي 1 اي 1 ديبارتمنت، فتيجي 1 تو 1. برضه ناكد ان ممكن ما بين التو انتيتيز يبقى ميني ريليشن شيبس ما بين التو نفس ايه التو انتيتيز، ما فيش مشكله خلاص كده. طب ايه طبعا بما اننا بالريفيو كده اللي احنا اخدناه قبل كده، فنقول بالمره الريليشنال سكيما بتاع الدنيا تبقى عامله ازاي تمام. فيبقى عندي الديبارتمنت الديبت اللي هو عندي النيم، عندي المانجر هتكلم عليه دلوقتي هنا، عندي التيتشر النيم الجندر السالري الرانك اسمك والديبت ورك، وعندي الهاير ديت وعندي السيتي كده. انا حطيت ايه كله هنا وحطيت الديبارتمنت هنا، فيلدس عاديه جدا ما فيش فيها اي شغل تمام كده. جينا بقى للايه لكذا حته كذا نقطه قبل الريليشن شيب. انا كان عندي بس في التيتشر تيتشر اي دي والنيم والجندر والسالري والهاير ديت والسيتي والرانك، يعني اللي هي الرتبه الجامعيه بتاعته يعني دكتور استاذ دكتور مش عارف ايه الكلام من ده، والكوليدج ديجري اللي هي الدرجه الجامعيه بتاعته او الشهادات الجامعيه بتاعته. وقلنا الشهادات الجامعيه ممكن يكون واخد اكتر من شهاده جامعيه، ممكن واخد اكتر من ماجستير واكتر من دكتوراه واكتر مش عارف ايه، حتى اصلا ماجستير ودكتوراه مش عارف ايه هيبقى رغم اختلاف الدرجات دي هي تعتبر دي كلها ايه شهادات جامعيه معروفه يعني. فانت لازم تحط له كل ايه شهاده جامعيه. ما كبرتش الموضوع الشهادات الجامعيه بتواريخهم بتقنوا يونيفرستي مش عارف، لا بس مجرد بس اللي عايز احتفظ باسماء الشركات معايا اكتب بس وخلاص تمام. فطبعا دي هتبقى عامله معايا ايه؟ دي اسمها ايه؟ الاتريبيوت ده اسمه ايه؟ مالتي فاليو خلاص. والمالتي فاليو بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى نيو تيبل صح ولا لا؟ بيبقى يتفصل لنيو تيبل، والتيبل دوت بناخد فيه الاي دي بتاع الانتيتي الرئيسي اللي هو التيتشر اي دي، واخد معاه الكوليدج ديجري، والاثنين مع بعض يبقوا ايه؟ برايمري كي واحد. على سن التيتشر ده هيبقى فورين كي في الحاله دي، يعني هنعمله كده اهو. هنقوم جايين هنا ونقول والله الكوليدج ديجري انا عندي على التيتشر اي دي وانا عندي الكوليدج ديجري خلاص. اخدت التيتشر اي دي من هنا هو عامله كده وعامل عليه منقط كده خلاص، واقوم جاي ايه مشاور من البرايمري كي للفورين كي ولا من الفورين كي للبرايمري كي؟ من الفورين كي للبرايمري كي هو الصح، يعني لا يعني السهم ده معكوس، السهم هنا في الرسمه دي معكوس، المفروض ده العكس هو اللي صح تمام. حتى لما بتيجي بتكريت انت وبتعمل كرييشن بنكتب الفورين كي بنقول لا ريفرنسز تو ايه ليه؟ تو البرايمري كي، فدايما من الفورن كي هو اللي بيشاور على مين؟ على البرايمري كي. طب انا رسمتها كده او عملتها من غير سهم مش فارق، مع ان مش بحب كده يعني ارسم من الفورن كي للبرايمري كي، بس هي ك ك ك كبتوع سوفت وير انجينيرنج تفرق بقى، تفرق بقى انت دي لعبتك المفروض يعني خلاص. الدايجرامز والشغل دوت والتوصيف بتاع السوفت وير ده اساسي. طيب
فالاصل السهم يبقى مقلوب. وعملنا خلاص كده ومنقطة كده وكتبنا عليه اف كي وشاورنا ومفيش مشكلة. طيب تعالى هي هو نوتيشن كان عامله كود من الاول يعني نوتيشن كده كده. طيب بالنسبه للنوتيشنز يعني انا عارف انتم متربين على رمز المصري بس مش هو النوتيشن الوحيد. مين قال كده؟ رمز المصري اسلوب خلاص رمز المصري ومش عارف وكان اسمه ايه التاني نافذ ولا كان اسمه ايه نبالي والاثنين لهم اسلوب في العرض بتاعهم والاسلوب الرسم مش هو الوحيد. في ناس هي تستخدم بعض الرموز الاخرى مش موجوده عند رامز مش مشكله بس في الاخر نفس الكونسبت خلاص كده. وفي دلوقتي المودرن ما بيستخدموش اصلا الرسم بالشكل ده في الرسم في الحاجات المودرن ما بيستخدمش الاي ار كرسم لان اغلب السوفت وير ما بيعرفش يرسمها كويس. اغلب السوفت وير ما بيعرفش يرسم المنظر ده بشكل بالمنظر ده مش قوي تمام. فحتى اي ار واين دي برضو مش بالامكانيات دي خلاص. وانضف سوفت وير اللي هو كان اي ار دي دوت كوم ده مشكلته ان هو عند الاي ار بعد الاي ار مش عارف يظبط نفسه فيها بس هو في اي ار ممتاز هو افضل حاجه تمام هو افضل حاجه موجوده في لغه الاي ار. كان يخش الاي ار مش قادر يخش معاك. بعد كده كل البرامج اللي بترسم برامج حره يعني برامج رسم حره يعني برامج رسم حره يعني تعمل بيه اي حاجه لو عملت شكل اصلا مش موجود في الاي ار مش هيقول لك لا. هو ما بيفهمش ان ده انتيتي وده اتريبيوت ما بيفهمش. انت مجرد بس ايه سكتش بترسم بيه عليها وخلاص ما هياش حاجه فاهمه انت بترسم ايه تمام كده. لكن المودرن نوتيشن ان احنا بنرسم الانتيتي مستطيل كده والاتريبيوتس جواه وكل اتريبيوت بانواعه ليها شكل وخلاص وخلصت في الرسم بتاعها زي السكيما يعني زي اللي شفناه في الماي سيكوال مثلا. طيب بالنسبه للريليشن شيبس ما بين التو تيبلز اللي احنا عملناها والديبارتمنت والتيتشر عندنا تو ايه ريليشنز. الاولاني ان 1 تو ميني واحنا عارفين 1 تو ميني هيبقى معناها ان الديبارتمنت اي دي هيروح عند التيتشر صح ولا ايه؟ وخلصنا دي سهله ال 1 تو ميني سهله حتى بالنظر كده بتعرف ال 1 تو 1 يا نهار ابيض مش حاجه اسمها اي حاجه زي الموظف والمدير بتاعه ايه؟ فين جدول واحد؟ انا بتكلم على الديبارتمنت والتيتشر اللي هنا في ريليشن شيب 1 تو 1 ما بين تو انتيتيز اصلا. لا طبعا هنا مين هيروح عند مين؟ التوتال فين؟ التوتال بارتيسيبيشن فين؟ بنحسبها ازاي؟ يعني بقول هل الدكتوره كده ببساطه عشان ما تصعبش على نفسك يعني انت مش من الناحيه دي مره ومن الناحيه دي مره والسؤال يبدا بكل هل كل ديبارتمنت ليه تيتشر بيمانجو؟ مين بيقول صوتك؟ كل ديبارتمنت ليه تيتشر بيمانجو. طيب هل كل تيتشر بيمانج ديبارتمنت؟ اي بقى اللي حتى لو انت كنت محتار في الاولانيه هي عمرها ما تحصل صح ولا لا؟ عمرها ما هي ما تحصل يعني كل ديبارتمنت لازم يكون ليه تيتشر بيمانجو. طب ما ممكن يكون في عدد ديبارتمنت مالوش تيتشر بيمانج ماشي خلاص مش مهم انت اخترت في دي انت ما تقلبش فيها كتير روح جيب الثانيه. هل كل تيتشر بيمانج ديبارتمنت؟ ليه بقى كل موظف بقى عندنا قسم يديره بقى لغايه لما ما نلاقيش فيبقى انت يعني رئيس جمهوريه نفسك مدير نفسك فتبقى مستريح نفسيا طبعا مش هيحصل دي اللي اكيد لا. خلاص هنا التوتال بارتيسيبيشن جه عند مين؟ عند الديبارتمنت. يعني وانا بتكلم انا هو الوحيد اللي يبقى لازم يكون عنده الكل حتى لو في ديبارتمنت مفيش مشكله يبقى في الحاله دي الفورم كي يجي عند مين؟ يجي عند الديبارتمنت. لو وديناه عند التيتشر خطا جامد بسبب ان التيتشر هيحصل فيه ايه؟ انك هتحط عند ثلاثه اربعه اللي هم ماسكين اقسام الديبارتمنت اللي بيديرهم وهتلاقي بقى كل التيتشرز مالهم فاضيين فاحنا بنخسر يعني في التمثيل بتاع الداتابيز يعني بس مش اكتر تمام عرفناهم كده. هنيجي نمشي الدور هنمثلهم ازاي؟ هنقول والله ماشي بالنسبه لي علاقه المانج اتفقنا ان هي هتروح عند الديبارتمنت وخلصنا تمام. فانا اجي قدام الديبارتمنت وحاطط ايه المانجر هو التيتشر دي. طب ينفع نخلي الفورين كي يبقى اسم غير اسم البرايمري كي؟ نو بروبلم. ايه الشرط اللي ما بين الفورين كي والبرايمري كي؟ ده التايب والسايز الاثنين خلاص هم دول الحاجتين الحقيقيين لازم يكونوا زي بعض
الداتا تايبز لازم تكون نفس الداتا تايبز والايه والسايز تكون نفس السايز كده اوكي تمام. بس مفيش مشاور، سيبك من المشاور، بتكلم دلوقتي على الامبلمنتيشن. هو شاور، لكن انا بتكلم ايه لازم يكون عشان تحصل عمليه الجوين والربط. اتفقنا على قاعدتين، قلنا لازم يكون نفس التايب، يعني ده انت يبقى ده انت، ده كاركتر يبقى ده كاركتر، ده فار كاركتر يبقى ده فار كاركتر، ده ديت يبقى ده ديت، والى اخره. ولازم يكون نفس السايز، يعني ده فار كاركتر على 65 يبقى ده فار كاركتر على 65، ده كاركتر على 3 يبقى ده كاركتر على 3، والا مش هيحصل جوين. في قاعده بقى مهمه ثانيه، ايه؟ انا سؤالي مش واضح، انا سؤالي مش واضح، العيب عندنا. اقول ثاني ارجع للايه للاولانيه بعدين، هرجع مش هنسى مش شرط. طيب طب ما تسيبوني طب اكمل الجمله، والله انا ما وضحتش السؤال، انا اسف. تمام. طيب تعالى بقى للايه لل1 تو ميني عاديه، 1 تو ميني سهله، هنرمي الفورين كي عند مين؟ عند مين؟ عند التيتشر. سهله بمجرد النظر، هرمي على طول من ال1 تو ميني هتيجي عند التيتشر، صح؟ في الحاله ديت هيجي نوت عند التيتشر، وترمي الديبارتمنت ايه؟ الديبارتمنت ورك اللي هو القسم اللي بيشتغل فيه الايه؟ اللي بيشتغل فيه التيتشر. فادي ادي نو حطينا اف كي تيتشر ادي، وحطينا الديبارتمنت ورك، مفيش مشكله خالص. طيب وهنعمل الكريشن عادي، بس خد بالك خد بالك، دي واحده 1 تو ميني ودي واحده 1 تو 1، صح ولا ايه؟ انت حسيت انت رسمت ايه؟ اللي مش واخد بالك ايه؟ اهي دي واحده 1 تو 1 ودي واحده 1 تو ميني، خلاص؟ احنا التوتال بارتيسيبيشن وضحت لي بس الفورم تي في لكن وانا بكريت لازم اخد بالي من حاجه مهمه تحصل هنا، لازم اخد بالي منها جامد جدا. في فرق ما بين ال 1 تو 1 وال 1 تو ميني، هو ايه الكمبيوتر هيحسها بالنيه؟ لازم اعمل حاجه عشان تميز يونيك، لو ما حطيتش يونيك على الفورين كي بتاعه ال1 تو 1 بقت 1 تو ميني. لاحظ النقطه دي، ان غالب الناس بتجيب الكلام ده كله، الناس الحته دي بالذات، طالما 1 تو 1 ايه مش هيبقى 1 تو 1 غير لما تحط على الفورين كي ان هو يونيك، هيحسبها هو اصلا الريليشن شيب الموجود عندنا الفيزيكال هي ايه؟ هي كلها ما عندناش فيزيكال اللي هي 1 تو 1 1 تو 1 و1 تو ميني، تمام؟ فعليا 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 هو الجوين. نرجع لموضوعنا، هو كل نوع الريليشن شيب الموجوده جوه الداتابيز ايه فعليا؟ ولا حاجه، هي نوع واحد، هي 1 تو 1 تو ميني وخلصنا، مفيش اسهل حاجه من كده، هو جوين وخلصنا. بنعتبره بقى 1 تو 1 لما نحط كونسترين على الفورين كي اسمه يونيك، هو اصلا مش حاجه في الحاله دي بقى ده ما بيتدبلرش الفورن كي، والبرايمري كي كده كده ما بيت ايه؟ ما يتدبلرش. فلما حمام ده ما بيتدبلرش بقت دايما في ايه؟ 1 تو 1 بس، خلص الكلام. مفيش اصلا حاجه اسمها 1 تو ميني، ما بتعملش حاجه اسمها ريفرنس من النوع 1 تو 1، مفيش اصلا. هو كل العلاقات بتربط ده مع ده، وبتعمل حاجه اسمها ريفرنشال انتجريتي، اللي هو بس بيشيخ على ان الفورن كي يكون موجود في البرايمري كي، خلصنا. بس بيتدبلرش مش ما يعرفش ما يفهمش، احنا بس لما حطينا يونيك بقى عارف ان هو ما بيتدبلرش، دي يكون نظر كونسترينت بيخدم الايه؟ الفكره اللي عندك اللي هي 1 تو 1. شلنا اليونيك من الفورن كي بقى 1 تو ميني، اما ال 1 تو الميني تو ميني ليس لها وجود اصلا. هي ما فيش، هي 1 تو ميني برضه. هدي في الاخر حتى تعمل تيبل في النص، هتعمل هنا 1 تو ميني وهتعمل هنا 1 تو ميني، مفيش حاجه اسمها ميني تو ميني. فاحنا ما عندناش غير هي ريليشن شيب واحده، ولو حطينا على الفورين كي يونيك بقت 1 تو 1، ما حطيناش بقت 1 تو ميني، وخلصنا ما عندناش ثالث. في الفيزيكال يعني اسمها ما انت بتكريت، تمام؟ خلصنا. الحمد لله خلصنا من تو تيبلز بالتو ريليشن شيبس اللي بينهم. نزل للستودنت، الستودنت ما فيهوش اي شغل، الستودنت النيم اللي نيم فيه شغل. النيم ككومبوزيت ما بنحطش الكومبوزيت، بنحط الكومبوننت بتوعه. حطينا الاف نيم والال نيم والبي ديت والادرس والجندر والفور، تمام؟ السنت والاف نيم والال نيم بي ديت ادرس جندر فون والايدج طلعناها من ايه؟ من اللعبه، تمام؟ ما بنحطهاش في الحسبان، لان هي بتبقى جايه ناتج من كويري، ناتج من ايه؟ ناتج من كويري. حلو، وادي الكورسز، الكورس عندنا السبجكت كود
وعندنا التايتل تمام. السبجكت كود هو اصلا بارشال كي، فهو لازم يبقى ايه، يبقى جاي معاه الديبارتمنت ايه، الديبارتمنت اي دي، والرول بتاعتنا بتقول ان انا هاخد البرايمري كي، اخد البرايمري كي بتاع الديبارتمنت اي دي مع السبجكت كود، والاثنين مع بعض يبقوا برايمري كي ايه، يبقى يبقوا كومبوزيت برايمري كي، صح ولا ايه؟ تمام. فهيحصل ده، ادي السبجكت ايه، واخدت الديبارتمنت، هتسميها ديبت بلونج يعني الديبارتمنت اللي يتبعه خلاص، وحطيت تحتيهم هم الاثنين الخط بتاع البرايمري كي، عشان اقول ان دول الاثنين مع بعض هم ايه، برايمري كي واحد، والتايتل، وخلصنا. كان في علاقه ما بينه وما بين التيتشر اللي هي التود دي، فهنا 1 تو ميني، فالتيتشر اي دي هيروح عند مين؟ عند السبجكت، صح؟ فهم واخدين التيتشر اي دي عند السبجكت، او اللي جاي حاطط هنا التيتشر توتال، صح؟ جاي منين؟ جاي من عند التيتشر اي دي، نفس الداتا تايب ونفس السايز، خلاص خلصنا تمام. ده بالنسبه لمين؟ للايه، للسبجكت. طيب طب كده عملنا التيتشر وعملنا الديبارتمنت وعملنا السبجكت وعملنا الستودنت وعملنا الريليشن شيب دي، وكنا عملنا الاثنين دول، تبقى لنا اللي هي الاستدي ما بين السبجكت، ما بين الستودنت، وما بين السي، ما بين السبجكت، صح؟ الريليشن دي ميني تو ميني، فاتفقنا ان ميني تو ميني نعمل لها ايه، كروس تيبل كده في النص، عشان يبقى بينهم الاثنين، اللي هو هيبقى اسمه اي حاجه، بس هياخد معاك الايه، التيبل اللي هياخد طبعا البرايمري كي بتاع الجدول الاول، واخد البرايمري كي بتاع الجدول الثاني، واعمل الاثنين مع بعض برايمري كي وكومبوز برايمري كي، وناخد لو اي في اي فيلدز او اي اتريبيوتس على الريليشن شيب بتنزل معاك، صح؟ فقمنا عاملين ايه؟ قمنا جايبين اديت التيبل سميناه ستادي دراسه، خدت الستودنت نمبر هنا خليته ستود ستادي، والسبجكت كود حطيته هنا، بس لما جيت اخد السبجكت كود بتاع الكورس لقيت ان هما اثنين، هما اثنين يعني ايه؟ يعني اصلا هو كومبوزيت برايمري كي، يعني السبجكت كورس كان واخد منه السبجكت كود والديبارتمنت ايه؟ الديبارتمنت كود، بيكون مع بعض هو البرايمري كي، البرايمري كي بتوع الايه؟ بتوع الكورس. طب عايز اعمل فورين كي اخد الاثنين، هما الاثنين حته واحده، فهما الاثنين كده اهو، قمت عامل عليهم كده ايه، منقط كده حواليهم هما الاثنين مره واحده، وقلت والله الايه، ان ده جاي من هنا على طول مباشره، والستودنت ستادي جاي من عند الايه، الستودنت، والثلاثه مع بعض برايمري كي واحد، ونزلت ايه، ونزلت السكور، الثلاثه مع بعض برايمري كي واحد، دي حاجه اصلا ما بتريحش نفسيا يعني. تمام، لو انت بتسيرش في التيبل ده كتير. تمام، فمن ضمن الحلول اللي ممكن نعملها ان احنا بنحط دلوقتي مثلا حاجه اسمها الاستادي اي دي، وده يبقى اوتو ايه، اوتو انكريمنت مثلا، وخلصنا، عشان يبقى هو ايه، هو اللي يبقى سيرش بيزد عليه، مش اكتر من كده يعني. تمام، وده مش هياثر بالشكل اللي انت متخيله، طول ما انت يعني خليك ماكسيمم روح لثلاثه في البرايمري كي، لو هتخش في اربعه يعني الموضوع ما ينفعش بصراحه، الموضوع باظ. هنشوفها دلوقتي، هنشوفها دلوقتي يعني تكتب ازاي عشان تفكر. هنقول دلوقتي تمام، هنشوف. فبكده كوننا ده، وبكده عملنا كل الايه، كل ال الريليشنز او الريليشنال سكيما بتاعنا كده، نقدر ناخد الكلام ده، المنظر ده، ونقدر نطبقه على اي داتابيز ايا كان شكلها عامل ازاي، اي ريليشنال داتابيز يعني. طيب المفروض طبعا بيبقى في عندنا الديسكريبشن بيبقى خاص للتيبلز، وبعد كده نخش في الايه، نخش في الكرييت.